جدال اخ قتل غدر اخوه وعاش بجنون في جوف ليله والظنون 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 انسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان صفك وينصرك ويكون لك ولا يكون سام تفضلي ثريا وادعوا لعمكم راشد الله يعطي الصحة والعافية يا رب ويديم هذه الابتسامة على وجهك مشكورة الله يطمنكم عليه يا رب اللهم جميل تفضل جين في وقت أحسن من وجهه قلتي شيء؟ لا والله ويل هذه ساحرة هند لحظة شوي إيش هذا؟ هذا نصيب جدك جوهر وأمك وأختك رحمة وأخوانك خبي إيش فيك؟ مشكورة وخبريهم اللي بزورهم قريب ليش؟ بخبرهم عن سوالفك أمزح معك صار لي زمان ما جلست معاهم وأريد أشوفهم وهم دايماً يذكروش بالخير والله وانتي بايش تذكريني
أنا عارفة إنك ماخذة على خاطرك مني. أنا؟ لا أبداً. خليني أكلم. هند المحبة منام. ما حد يقدر يقصب أحد عليها. بس بغيتك تعرفي إني عارفة كل الضغوط اللي عليك. عارفتها وقدرتها. بس ما أريد يدور في بالك إن أنا قاسية عليكي أو إني أغار منك. ثريا كذابة، كذابة. أرجوش لا تصدقينها. أنا ما قلت إن ثريا قالت شيء. ما في غيرها. أنا طيب، إيش اللي يخليش تقولي مثل هذا الكلام؟ لأني قريت كل هذا من نظرة عيونك. أتمنى أكون غلطانة، بس تأكدي إن غلطكم أنت وثريا عندي واحد، وما أتمنى لكم إلا كل الخير. روح الحين. عمّة وعد؟ أيوة ثريا. سامحيني، نسيت أخبرك إن أبو المنتصر كلمك قبل وصولك. خلاص، الحين أكلم. مشكورة ثريا. مرحبا، هلا أبو المنتصر. الله يسلمك. سامحني بس كنت في المستشفى. لا بخير والحمد لله. نعم. اي نعم، تكلم اسمعك. من؟ رقية؟ لا لا، انا لا، لا امار عليك، خلص معاها انت، انا واثقة فيك. انت تعرف ما احب اتعامل معاها، ولولا اصرارك كنت. أدري إن هذا شغل، بس الله يخليك. خلي أنا بعيد. خلاص، يلا مع السلامة. وعين البكات حزن وفراح. حتى أنت يا راشد جاي تفتح معي نفس الموضوع؟ أنا ما أجبرك على شيء يا الغالية، بس ما يمنع أن أطلب منك مهلة. مهلة إيش؟ مهلة سماع وتفكير. راشد، قول اللي في راسك من غير هالمقدمات. الحاج على الباب ويريد أتكلم معك دقائق وبوجودي. مهلة سماع وتفكير علشان خاطر أخوك العود. زايد وعرفناها
مصلحته من زواجي بالحاج، لكن انت يا راشد ايش مصلحتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. امر يا الحاج، بغيت تشوفني؟ انا ما بطول عليكي، بس بغيت اعرف سبب رفضك الزواج مني. اخاف اقول يزعلك كلامي، وانا ما تعودت ازعل انسان اول مره اشوفه. بعض الكلام اللي ما يزعل ما يرضي يا بنت الشيخ. تقبل تكون لك زوجة بجسدها وروحها مع غيرك؟ أكذب على ربي لو قلت أني أنا ممكن أقبلك أو أقبل غيرك زوج لي. أقتل نفسي الباقية لو غصبتها عليه. إيش تقول يا الحاج؟ أقول إنك بنت أصول ومن بيت كريم، الله يخفف عنك يا وعد ويعطيك حلو الحياة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه نعيمة. نعم. مر عندك قيصر يا وعد؟ قيصر؟ لا ما مر. خير، ايش صاير؟ اختلف مع ابوه وطرده من الشركه من كم يوم، والحين ما قادره اشوفه. اطمني بيرد وبيتصالحوا، هذه ما اول مره. بس هذه المره غير يا وعد، راسه و2000 سيف انه يأدبه. انت تعرفين ليش؟ لانه نعيمة أنا مشغولة الحين، بس أرجع البيت نتكلم. يلا مع السلامة. ما حد لا بارد لحد بهالبيت، حتى ما خلتني أكمل السالفة. أحسن لي أشوف ولدي وين. لا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you.
تخليني أسوي شيء؟ لا لا، انتظر شوية. أبوك خرج من المستشفى؟ الحمد لله خرج يا عمي، وحالته الصحية استقرت. وحالتك أنت استقرت؟ أنا الحمد لله حالتي مستقرة. باين من ريحة حلقك لمعطر المكان. أنا آسف عمي، الظاهر أني نسيت نفسي البارحة. الأكيد أنك نسيت حالة التفكير اللي عندك واللي ما راضي تستقر. عمي أنا أقول نأجل الموضوع اللي عرضته عليه حتى نطمن على صحة الوالد أكثر وبعدين ضحكتني. أنت من متى مهتم بصحة أبوك؟ عمي أنا أقول نأجل الموضوع. وأنا أقول ننساه بالمرة. يعني كيف؟ يعني سيف، سيف وتسلط على رقبتك اسم التردد، هذا ما يناسبني يا عم. والله والله أنا يهمني رضاك. طيب روح وقع عند المحامي أبو الفضل، هذا إذا بعده ما طلع عقد بتأجير العمارة الجديدة عن طريق مكتبك العقاري. مشكور مشكور يا عمي، الله يعطيك الصحة والعافية ويعطيك العقل يا شداد. فرحان بتأجير العمارة، ترددت تكون مالكها. عمي انت ايش تقول؟ عمي انا سبق وقلت والحين امرت. روح عند المحامي ابو الفضل قبل لا اغير كلامي. بس ارجوك يا عمي اعطيني. خلاص ما اريد زيادة كلام، تحرك. حاضر تحت امرك. شد وترخي مع امثال شدان، اربيك كيف ما اريد مثل ما سويت مع ماجد. من يدري يمكن احتاج لك. المرض هم ونزاح، الحمد لله رب العالمين. اعذروني يا جماعة، ترى تعبتكم معي. ولا يهمك يا أبوي، تعبك راحة دايما. وعد صدقني يا أختي، أنا ما شايف نفس الشيء منك. المهم أنك بخير.
ماجد لو سمحتي خلينا بروحنا. إذا بتقولوا أسرار بروح. الأسرار بعرفها منك بعدين. خير عمتي، صار مني شيء ما عجبك؟ تكلم بعدين. عن ابنكم. أقرف عيونك كلام كثير. وعد. في راسي أسئلة أكثر من الكلام. وأنا أسمعك. تقابلت ماجد؟ قابلت في أحلام. في عز مرضي ما كنت أشوف غيره. الصور القريبة. سألت نفسي سؤال. ليش ما قد بالذات؟ فما حصلت يا رب. ونسيت السؤال. نسيته ولا تناسيته؟ ما أدري. يمكن اقتنعت بكلامك لما قلت لي دهمان وأحلم بسبب إني أفكر فيه. ليش سألت؟ لأنك ما كنت تحلم يا راشد. يعني أنت شفتي ماجد؟ لا ما شفت، بس أحس بوجوده معاي. أحس بوجود كل اللي كنا نعرفهم. ما فهمت، وضحي أكثر يا واحد. ماجد طول عمره الغايب الحاضر، المعلوم والمجهول، الإنسان والشيطان. احنا نقدر نغيب الحاضر. بس ما نقدر نحضر الغايب. Yeah, okay.
بعدين أمي تزعل. جهز نفسك يا شداد. تريدني أسافر معاك عشان مشروع البترول؟ صحيح، مشروع البترول تعجبني لما تفهمها على الطاير. ترى أفرح لما أسمع منك مثل هذا الكلام. بس لا تفرح كثير، أحياناً كثر الفرح يفقدنا التركيز. وأنا كل تركيزي معاك ومع المشروع الجديد. تركيزك معي؟ أنت متأكد يا شداد أن تركيزك معي؟ متأكد طال عمرك. أنت شاك في شيء ذلك؟ لو كان تركيزك معي ما كنت سكنت قيصر معك. أيوة بس إيش؟ تقدر تقول لي إيش جالس يسوي عندك؟ بس أنت طردته يا عم. أيوة أنا طردته. من طرده؟ أنا. وين تركيزك اللي تقول لي عليه؟ الحين أنا أطرده وانت تسكن عندك؟ هذاك قيصر، هذاك ولدك. شفت؟ هذا انت قلته، هذاك وهذاك للبعيد وهو بعيد عني، فكيف انت تقربه؟ وين تركيزك اللي تقول لي عليه؟ أنا توقعت إنه هذا الشيء يرضيك. لا وأنت صادق، هذا الشيء يرضيك أنت علشان ذاك المجنون يجلس عندك ويسامتك في جلساتك الخاصة. لا أظن إني أنا ما أعرف شيء. أنا آسف و... أنا أمرك إنك تطرده. بس يا عمي إذا طردته وين بيروح؟ هذا موضوعك. يلا تحرك. والحين الحين من ابدا تعالي احسن. هو شر، انا بنت ضعيفه.
ريان احسن، انا محمد ضريب لذيذ. باكلكم انتوا الاثنين. انا باكلكم الحين. بعدك تلاعبهم بعد كل اللي سووه فيك؟ هذول حبايبي يا رضية، هم الابتسامة الباقية في هذا البيت الكئيب. خالي، ايش رايك تفطر صيدة كبيرة؟ صيدة كبيرة؟ ايوة. من؟ امي. وانا باكلك انت يا حبيبي. اولاد روحوا لعبوا في غرفتكم. بابا نحن قاسين نلعب مع خالي. حبيبي خالك ما عنده وقت غير للعب، يلا روحوا لغرفتكم. شرير. مالك يا شداد؟ ايش فيك؟ قيصر شوف لك مكان ثاني تسكن فيه. انت ايش تقول؟ تطردني يا شداد؟ أكيد هذه أوامر. ما مهم أوامر، المهم تشوف لك مكان ثاني تنام فيه، وإذا تريد نصيحتي ارجع لأبوك وأمك. وفر نصايحك لنفسك يمكن بتفيدك. أنا خارج. اهدى قيصر، وين بتروح؟ لا تخاف علي يا رضية، المهم جهزي للثلج بروح اليوم. يستاهل منك قيصر اللي سويته؟ خلينا في حالنا يا رضية، هذه أوامر أبوش. أبوي؟ طيب ليش؟ قيصر عمران، معقولة؟ وينك يا رجال؟ من أيام الدراسة غايب ما شفناك. موجود موجود، أنا أطمن بخير. خير، وش قاعد تسوي هنا؟ والله حسيت إني أريد أجلس مع نفسي شوية، قلت أجي أبات هنا. والله صراحة في هذه معك حق، يعني الواحد يبغى له شوي يجلس مع نفسه وياخذ وقت من راحه يعني. ندخل زين زين. تعال تعال تعال. خليه يتلته ويتبهدل، يمكن يعرف العز اللي كان فيه. انت ايش تريد يا زاي؟ هو اعتذر وانا تسامحت منك، تريد يرجع لك دليل؟ انا ما اريد يرجع لي دليل، اريد يكون قوي مثلي.
تريده يوقف ضدك؟ يوقف ضدي إذا كان هذا الشيء يخليه قوي، ومن يوقف ضدي أنا أعرف كيف أخليه معي، هو بيحفزني أخليه معي. يا زايد، قيصر بعده صغير وخروجه من البيت يخليه يتعرف على ناس يمكن يضيعوه. اللي مستعد للضياع بيضيع لأنه هو مستعد. مسكي هذا الجهاز خليه هناك ولا تصدعي لي راسي، بكره عندي سفر. وقيصر بيرجع، تأكد انه بيرجع. ايش تريدي مني؟ انت ما تملي من الاتصالات؟ ما ارد عليك لاني ما اريد اتكلم مع اي حد. رضية ارجوك لا تقيسي التصليق. خليني الحين، ما لازم تعرفي وين انا. خير انت الثاني. عذرا بس لو سمحت بغيت اعرف الساعة كم. الساعة كم؟ عارفين هذه الحركات. الظاهر انك فهمتني غلط. انا فعلا اريد اعرف التوقيت لان الساعة عطلانة. الساعة 12. طيب مشكور. على فكرة هو الإطار هذا ناقص جدا عندي. شوف الظاهر انك ما اخذت بالك منهن او انك مشغول بشيء اهم. عسى خير. وانت ايش يعنيك؟ لا ابدا، عموما انا ابديت رايي واسف اذا فضولي ضايقك بشيء. لا ابدا، بس انا اللي شويه من فعلي. هذا شيء طبيعي. طبيعي؟ ما فهمت. انا لما كنت في مثل سنك كنت امر بمثل هذه الحالات اللي احيانا ما اعرف لها سبب، بس لما اهدى كل الامور ترجع طبيعي. اما انت غريب، تكلمني وكانك تعرفني. انا تسعدني معرفه امثالك، ممكن توصلني لآخر الشارع، هذا إذا ما مشغول أو عندك مال. اطمن، ما عندي لا شغلة ولا مشغلة. تفضل.